المادي منه واللامادي لوقعه على التنمية المجالية انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص. ومن هذا المنطلق عمل المجلس على بلورات استراتيجية متكاملة للنهوض بالفعل الثقافي بالمدينة، بدءاً بإعادة الاعتبار للموروث التاريخي، حيث نسجل هنا القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس بالإجماع بدعم من السيد عامل الإقليم ومديرية وزارة الثقافة والوكالة الحضرية والمتمثل في تصنيف البنايات المورسكية والأحياء التاريخية بالمدينة تراثاً ثقافياً، مما سيمكننا من حمايتها من معاول الهدم والحفاظ عليها كثروة عمرانية شاهدة على العمق الحضاري لمدينتنا. كما سطر المجلس برنامجا سنويا لتشجيع المهرجانات الثقافية والفنية المنظمة في المدينة والتعريف بالإبداعات المحلية ودعمها. ويبقى الحدث الأهم بالمدينة وتنظيم المجلس الجماعي وبإمكانياته الذاتية للدورة الأولى لمعرض الكتاب وعزمه على ترسيخ هذا المعرض موعدا سنويا وإعطائه وعدا أكبر خلال السنوات القادمة. السيدات والسادة، إن مدينة عرائش الضاربة بآلاف السنين في عمق التاريخ ومحتضنة لأقدم موقع أثري يمتد لـ4000 سنة قبل الميلاد وللعديد من الحصون والأبراج ولقبور مثقفين عالميين من أمثال جون جيني وخوان كوتي وصولو وآخرون، هذه المدينة لم تكح بمكنونها الثقافي والتاريخي ولم تنل نصيبها من السياسات العمومية المركزية والجهوية للتعريف بها وطنيا ودوليا لجعل السياحة الثقافية رافدا لروافد التنمية المحلية. وفي هذا السياق نحيي المبادرات التي اتخذها السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بزيارته مؤخرا للموقع التاريخي لكسوس وتعاونه بدعم المشاريع المزمع إنجازها بالموقع، سواء تعلق الأمر بأشغال الحفريات وأيضا بلورة مشروع يرغب تحقيق إشعاع أكبر للموقع على المستوى الدولي وجعله عنوانا للسياحة الثقافية بالمدينة. نشكر السيد الوزير أيضا على تعاونه باستكمال مختلف التجهيزات المتبقية بالمركز الثقافي لكسوس في أفق افتتاحه في أقرب الأجل، كما نشكره على تعاون وزارته بتمويل مشاريع ترميم وتهيئة برج السعديين، برج الأقلاق، حصن الفتح، وأيضا على استعداده لدعم المهرجانات الثقافية ومعرض الكتاب بالمدينة. وفي الأخير اسمحوا لي أيها الحضور الكريم بأن أجدد الترحيب والشكر على تشريفكم لنا بمدينة عرائش، متمنين لفعالية هذا اليوم كل التوفيق والنجاح. المادي واللامادي الأكاديمي وتقارب المميزات الهوياتية الثقافية بين بعض المجالات الترابية ووحدة الهوية الثقافية لكل مجال ثقافي، وهكذا قدم اقتراح جديد تحديد هذه المجالات كما يلي: المجال الثقافي لعمالة طنجة أصيلة، المجال الثقافي لعمالة المغرب في الميدان، المجال الثقافي لإقليم تطوان، المجال الثقافي لإقليم قحطان جران، المجال الثقافي لإقليم عرائش، المجال الثقافي لإقليم حسين مار، المجال الثقافي لإقليم شبشاون الشاون، المجال الثقافي لإقليم وزان. ومن المنتظر أن يدور النقاش داخل كل ورشة بين المتدخلين والمعنيين بالشأن الثقافي من مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومثقفين وجمعيات.